والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية قد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية وآخرون بدعوة أهل الحديث، وكلها أسماء تدل على معنى واحد. هذا المعنى الواحد طالما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها، أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها. الدعوة السلفية. ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. السلفية. هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتا في أذهان المسلمين كلهم إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. الدعوة السلفية. ولذلك عدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأفكار والآراء هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون إلى مذاهب شتى وطرائق قددا. الدعوة السلفية. فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعده.